مشاهدينا، احيا كل من الفنان نبيل شعيل والفنان خالد عبد الرحمن والفنان دحوم الثلاثي. حفل مميز من تنظيم روتانا ضمن فعاليات موسم الرياض، اجواء حماسيه نقلها لنا زميلنا محمد الحسيني في التقرير التالي. كيف كانت الأجواء اليوم؟ الحفلة جميلة جدا، وبحضور الجمهور بلا شك يكتمل الجمال، وحسن التنظيم طبعا من شركة روتانا القديرة يعني كان شيء مميز. تفاعل الجمهور غير مستغرب، لأنه ما شاء الله عليهم في كل حفل تجد التفاعل منهم وافي وكافي، وجمهور مميز، جمهور منصت، جمهور مشارك، فأوجه لهم الشكر والتحية. طيب، ندري انك لك البوم مع شركه روتانا. نعم. في المطبخ الحين كلمنا عنه. والله طعمك في الاستديو مو في المطبخ. اي نعم، لغتنا احنا طبعا. هو في ان شاء الله ناقص بس تركيب الصوت باذن الله. متى راح ينزل؟ والله هذا عاد اذا سلمناه شركه روتانا، السؤال عند شركه روتانا. الشاعر مين؟ الشاعر الامير محمد بن عبد العزيز. والله يعني احنا اول شيء خلوني اسمحوا لي بس اقول شيء، انه المملكه العربيه السعوديه يعني اليوم اصبحت ايقونه الفرح، ايقونه الانتشار، ايقونه الابتسام، انا اعتبرها ايقونه السعاده. اليوم يعني اليوم على كل الظروف اللي نمر فيها احنا يعني كفن وموسيقى، السعوديه تركت لنا ظرف، تركت يعني فتحت لنا مجال نلتقي بجمهورنا بشكل مختلف، وفرت لنا كل الامكانيات. يعني وايد اماكن كنا قبل نعاني من مسارح مو موجوده، فرق موسيقيه مو منتهى، اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا يرجع طبعا الى سعاده المستشار تركال الشيخ وهيئه الترفيه اللي جعلت هذا الموسم كل سنه يكون افضل من اللي بعده، ونتمنى لكم التوفيق خاصه في المملكه العربيه السعوديه. ومشاركتنا احنا ككويتيين خاصة في هذا المكان سواء بهذا المسرح أو غيره تدل على شيء، أن هناك في تواصل مستمر وعلاقة وطيدة بين شعوبنا خاصة في دول الخليج كلها. أكيد أني متشرف والله العظيم، ما أقدر أشرح شعوري، وهذا شرف وسعادة لأي فنان، وكل اللي يتمناه فنان شاب يشارك مع الأساتذة مثل خالد عبد الرحمن ونبيل شعيل. وشكرا أبو فواز على اللي قدم لنا من دعم ومثل هالأمور، فالله يا رب يوفقنا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن بإذن الله.